بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصدقائي الأعزاء، موعدكم مع فيديو جديد على قناتكم حسن خطر بالشخبطة مع سعيد سليمان. والنهاردة هنشوف حرف الكاف مع الحروف في خط النسخ. بسم الله. حرف الكاف المفرد يا جماعة زي ما احنا عارفين إن هو حرف ألف له حلية كده فوق، وحرف الباء مع بعض كده، وديت احنا قلنا قبل كده إيه؟ إشارة الكاف وليست همزة. إشارة الكاف وليست ايه؟ همزة. هنشوف حرف الكاف مع الحروف. بسم الله. بصوا، حرف الكاف مع الحروف او في بداية الكلمة ليه اشكال متعددة. الشكل الاولاني مع الحروف الصعبة ماشي بالشكل ده، بحرف ده كده وصغير كده ماشي، وبعد كده بطلع بحرف الف بالشكل ده دوت. ده يا جماعه ببقى قافل كده، قافل كده، وباخد الشاره بتاعت الكاف كده بالشكل ده. كاف الف، كاف ايه؟ كاف الف. الكاف باء بتوسع سنه، بتكبر سنه بمعنى صح. بص كده، انا بكبرها سنه كده، بعملها ده الكبيره شويه كده، وباخد دي كده بالشكل ده اهو مع حرف الباء بالشكل ده. والراس دي طبعا مع الحروف كلها تقريبا اللي ايه بنبسط على السطر، اللي هو ايه كاف جيم مثلا اهوت كده بالشكل ده ماشي. واخد الجيم برضو نفس الطريقه كده، احنا قلنا الجيم المفروض مثالي خالص اهي ماشي اهي. ناخد كده كاف دال بالشكل ده، وراح طالع بالشكل ده ما بصوا دي كده اهي، بعمل ده كده اهي. ممكن الكاف دي نرفعها سنه بسيطه كمان، نرفعها سنه بسيطه كده. بصوا يا جماعه اهي كده، واخد الكاف دي كده اهي. حرف الكاف مع الراء نفس الطريقه اهي اهي، وراح اخد الراء اهي بالشكل ده، راء مفردة متصلة بالليل كده، يعني رسم الراء المفردة. كاف سين بالشكل ده، سنة اتنين، حرف السين اهو معاه. الحرف الكاف مع الصاد بالشكل ده، حرف الكاف مع الصاد اهوت كده، حرف الصاد مع الصاد حرف الكاف مع الطاء نفس الشكل اهو، وراخد الطاء حرف الكاف مع العين العين كده كده نزل بالشكل ده. حرف الكاف مع الفاء ماشي زي الفل كده يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، لف كده اهو حرف الفاء. كاف مع القاف بالشكل ده، نرفع سنه الكاف مع القاف بالشكل ده تاني اهو، القاف مع الكاف. الكاف مع الكاف بنعملها زي حرف الالف كده، بصوا بقفلها اهيت كده، واروح طالع بالحرف الالف زيها بالظبط، هي بعتبر كاف مع ايه؟ مع الصاعد. وعامل الكاف دي كده عاديه خالص اهيت، كان بكتب كاف مفرده، والشاره بتاعت الكاف دي الجميله دي بتتحط هنا كده عادي ماشي. حرف الكاف مع اللام، حرف الكاف مع اللام نفس الشكل اهوت، برضه نفس الصاعده ده، واقفل وراح طالع
الشكل ده كده، نازل واد النام، الشارة بتاعت الكاف برضه نفس الطريقة اهي، ادي الكاف مع اللام، الكاف مع الميم نفس الشكل اهو كده، ادي الكاف مع الميم، بص كده يا جماعة، بطلع برجع بنزل اهو، كاف مع النون نفس الشكل اهو، كاف مع النون، بطلع فوق نازل بالشكل ده، الكاف مع طبعا الحاجات دي عشان انا مريض ماشي، القلم العادي ما ليش لازم الزول ده ما بيظهرش ماشي كده، بروح طالع بالهاء اهيت كده، الكاف مع الواو اهيت، كاف مع الواو، بروح اخد الكاف كده، الكاف مع لام الف، طبعا قلنا ايه كاف مع الصاعد صح، اهي كاف مع ايه مع الصاعد، يبقى ديت مقفوله بالشكل ده اهي، نازل من تحت كده اهي، ديت مقفوله، الكاف مع الياء نفس الطريقه، بص كده اهي، واخد الياء تحتيها زي حرف الفاء والقاف مع الشكل ده ماشي، ياء ان عجبكم الفيديو ان شاء الله باذن الله يا ريت سبسكرايب ولايك وشير، وان شاء الله باذن الله مع بعض هنقدم فيديوهات جميله ومفيده، ونأتيكم حسن خطك بالشطوطه مع سعيد سليمان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.